أنا اسمي نادي المنى، منسق الموسيقى بالمدرسة الوطنية الأرثوذكسية. من قبل سنتين بدينا نطبق منهاج جولي ميوزك اللي هو بيست على الكوداي ميثودولوجي للمرحلة الابتدائية من صف أول لصف ثالث. هذا المنهاج بيركز على تعليم مبادئ الموسيقى عن طريق الحركة والجيمز وفن اكتيفيتيز، حتى الطفل يقدر يستوعب كل المفاهيم الموسيقية بطريقة حلوة وتضل راسخة بمخه. احنا هلا عم نعطي كواير لمرحلتين، مرحلة صفوف ثاني لخامس ومرحلة صفوف سادس لـ12. كثير عم نهتم بهذا الموضوع، وانا فخور اليوم انه اقدر احكي انه الكواير عندنا صار يغني بصوتين مختلفين، صوت الهارموني وصوت الميلودي. ابتداء من هاي السنة بدينا نعطي صفوف توامن جيتار كلاسز، جروب جيتار كلاسز بالصف الميوزك نفسه. عم نلاقي انه الطلاب كثير عم بنبسطوا بهاي الحصة وعم بتعلموا اساسيات الجيتار. برضو ابتداء من هاي السنة فتحنا بيانو لاب لأول مرة بالمدرسة الوطنية الأرثوذكسية، بحيث اي مدرس موسيقى حابب يعطي الصف تبعه حصص بيانو بيقدر يجوا على البيانو لاب وياخذوا مبادئ الدروس على البيانو. البيانو لاب فيه 15 بيانو، ممكن يوسع حتى 15 طالب حسب الحصة. فخورين كمدرسة وطنية أرثوذكسية انه نضيف مادة الميوزك على منهاج الاي بي، فصار في عندنا اي بي ميوزك مادة معتمدة بادية من صف 9 لصف 11. فيوتشر بلانز، حابين او بنطمح انه يكون في عندنا تعاون مع مركز تمكين بالمدرسة الوطنية الأرثوذكسية، وحابين كمان نبدا ندخل تعليم المقامات العربية والإيقاعات العربية ابتداء من صف ثاني لصف 11 ضمن حصص الموسيقى. كل الشغل اللي عم بيصير بالميوزك ديبارتمنت هو عبارة عن كولابوريتيف ورك بين كل معلمين الموسيقى، وبحب أشكرهم واحد واحد على كل الدعم اللي عم بيعملوه وكل الجهود اللي عم بيحطوها حتى نقدر نرتقي بمستوى الموسيقى بالأرثوذكسية.